طبعا هذا الحيوان من أفضل الحيوانات الأسطورية خصوصا على اللبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم مقطع جديد من اللعبة الأسطورية Red Dead Online. قبل ما نبدأ لا تنسون اللايك والاشتراك، ويلا نبدأ. يا هلا ومرحبا بالاساطير، رجعت لكم بمقطع جديد من اللعبه الاسطوريه ردد اونلاين، واليوم راح نسوي نيو لوك لروز. وفي احد الاخوان سالني وقال لي شنو الفرق بين شخصيه الولد وشخصيه البنت؟ بصراحه ما في فرق، كلهم نفس الشيء، ولكن هذه ملابسها غير، تسريحات الشعر، تفاصيل اكثر البنت. ولكن انا بوجهة نظري استمتعت بشخصية البنت اكثر صراحة، تفاصيلها حلوة، ملابسها حلوة، الملابس النادرة حلوة. وفي بعد شخص سألني وقال لي، لا ما سألني، يعني قال لي انت شلون ولد وانت قاعد تلعب شخصية بنت؟ يا اخوان لا حد يفكر التفكير هذا، والله لا حد يفكر بالتفكير هذا، انت ولد تلعب شخصية بنت، شنو المشكلة بالموضوع؟ بعدين انا عندي 3 حسابات، عندي حسابين ولد وحساب بنت، وشخصية البنت نوع من أنواع التغيير. خليني أعطيكم مثال أقنعكم أن الموضوع جدا تافه ولا يستحق هذا التفكير. تخيلوا تلعبون لعبة مثلا توم برايدر، شخصية بنت بطلتها بنت، يعني ما ألعبها علشان أنا رجال ما ألعب اللعبة لأن شخصيتها بنت أو بطلتها بنت، ما يصير. إضافة ريزدنت إيفل الأخيرة اللي هي اسمها آيدا أتوقع، بطلتها بنت، يعني أنا رجال ما ألعبها ابدا، ما له شغل التفكير هذا. والله في كومنتات صراحه قريبه، فانا ما حبيت ادخل بتفاصيل معاه، بس قلت له اني انا عندي 3 حسابات و يعني نحاول ان نرد، بس اني ارد عليه بس لا اكثر ولا اقل. ولكن ما فيها مشكله العب شخصيه ولد ولا شخصيه بنت، العب استمتع عيش عيش حبيبي، في الامها ما لك شغل بحد. المهم اليوم بسوي لوك من ملابس الحيوانات الأسطورية. حلو، خلونا نقط شو اسمه الأسلحة. حلو، ونروح ناخذ، أنا في لبس ببالي بس ما أدري إذا كان عندي ولا لا، إن شاء الله يكون موجود. نروح عند الملابس ونختار نو أوتفيت. حلو، الحين أرجع للملابس وأختار الملابس الحيوانات الأسطورية. ليش ما يصير؟ ممكن من التنورة النادرة، خلينا نغيرها، خلينا نختار هذا. لا لا لا، حلو، شوف المشكلة من التنورة النادرة. عموما الحيوان الأسطوري اللي أبيه مو موجود، خلونا نطقم بعدين نركب ال، بعدها نركب الحيوان الأسطوري أو نروح نشتريه من القص. تمام، خلونا نروح اول شيء لي ناخذ الحمراء طبعا لان اللوك راح يكون احمر. بعدها نروح حبه حبه، لا ما نبي الكوتس، ما نبي، نبي الكورست. حلو، نبي شوفوا الاحمر او الاسود، بس خلينا نخلي احمر. بعدين نروح للفيست، ما نبي الشيرت، نبي احمر. حلو، الشيرت نبي احمر، اذا ما عندي اروح اشتري. حلو، موجود، يلا اخذه. نروح بعدها لي، لا نمشي حبه حبه ليه، ناخذ هذول حلوين، يلا جيبهم. ناخذ الجلوفز الأسود، حلو الأسود، حلو حلو، تمام. نطلع نروح بعدها الحزام، يلا غير ولو انه مو مهم. لا اللي مركب انا حلو ما راح اغيره. نروح للبنطلون طبعا، الجينز مهم جدا، نختار الأسود اللي هو هذا. حلو، لا انا بختار الاسود عشان احط عليه شنو، اركب عليه الشابس.
حلوين، نركب عليها الشوبس، الدريس ما نبيها طبعا، نركب عليها الشوبس الأحمر اللي هو ممكن يكون هذا هو. حلو تمام. الحين تقريبا انا خالص، بس هنركب تكرمون الشوز. لا هذا ما يركب على الكوت. حلو، ما يركب على التشاب سوري. حلو، خلينا نختار هذا ونطلع، نخلي هذا بالطريقة هذه. حلوين. تقريبا الحين انا خالص. بس شو اللي يبي لي ارجع شوي. حلو، يبي لي ارجع شوي واشوف ال لا لا اشوف الفيست الكورست ممكن اغيره. نشوف الاسود ولا الاحمر. لا الاسود افضل طبعا. حلوين. الحين تقريبا اللوك خالص، بس باقي شغلتين. باقي اني اروح اشتري الحيوان الاسطوري اللي ببالي، بس ما ادري اذا هو عندي ولا لا. انا ما ادري اذا الحيوان الاسطوري اللي انا ابيه موجود عند القص ولا لا. نروح ونشوف الحين. خل نروح لهذول نخلص عليهم ولا نكمل على القص. خلونا نسلم على الشباب. ممكن هذه المهمة الجانبية فيها ذهب اتوقع، والله ماني متأكد. لا لا ما فيها ذهب. وعاشت عاشت روز روز، عاشت عاشت روز، وعاشت عاشت روز روز، وعاشت عاشت. اب 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 اب. لا 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 اضربي الخ. وعاشت عاشت روز روز، عاشت عاشت روز. شوفوا اللانكستر افضل من البوت بشنو؟ بالسرعة، سريع السلاح، سريع سريع السلاح، ولكن البولت افضل. ما ادري حلو الحين، والله ما ادري اروح لهذا الشخص ولا لوتهم. لا والله خليني لوتهم، ممكن احصل معاهم شيء. تعرفون مرات احصل معاهم خرائط كنز. حلو، باقي اخر واحد. ممكن احد يسال يقول ليش ما ضربتهم بالمتفجرات هذه؟ إذا ضربتهم بالمتفجرات ممكن ما حصل معاهم لوت، لأن راح يتفحمون. فهمت شلون؟ باقي يلا آخر واحد. الحين نجي لهذا الشخص، تحصلون تحت الأرض، تجون هني تلقون هني. شوفوا خايف، بس عادي يقولك تبي تحرره، خلاص راح. يلا روح، يو ار فري. في كرت اتوقع هني لان الكنترول قاعد يهتز. حلو، في كرت هني بس مو مبين. تصدقون هذا؟ شوفوا وين. داخل، مو كرت. حلو، صندوق شكله كنز. يلا نروح نكمل الحين. وين بنروح؟ نبروح للقص اللي هو اللي يبيع الملابس للحيوانات الأسطورية. هذا مكانه بالخريطة، هذا هو. بس نروح له، بس بروح له، ابي النهار يطلع، ما ابي اروح له. حلو الجو صراحة، بس بالنهار افضل. فبنتظر النهار واروح له علشان نشوف الملابس. صح، في عندي تحدي يومي. شوفوا، عند تحدي يومي بالخطأ. وين 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 هذا؟ يقول هذا، يقول نط بالخيل 10 مرات. يلا نطيت واحدة، خلنا نط الثانية. شوفوا، واحدة خلصت، ثنتين. لا شوفوا دقيقة،
ثنتين ممكن او ثلاث نرجع تسوونه بالطريقه هذه 10 مرات وراح يحسب لك. روح روح نط 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 ارجع. باقي كم وحده؟ يلا يلا تقريبا سويت ممكن 8. نرجع بعد. شوفوا خلصت نطيت 10 مرات بالطريقة هذه وحسب لي ذهب. يلا خنروح على القص. الحين قربت للقص. الحين قربت للقص هذا هو. نروح له على طول. اتمنى ان اللبس اللي ابيه موجود. اللي ابيه هو الرام الاحمر. الرام ابو قرون اللي لونه احمر. علشان يكون طقم. نجي عنده. ونشتري طبعا. بعدها نبحث عن الرام الاحمر. وين الرام الاحمر؟ يس هذا هو. سعره 615 نشتريه. خلاص اطلع شوف شكله. طبعا هذا هو لوك اليوم. كيربي روز يسار احمر او عنابي. للامانه هذا الرام من افضل الحيوانات الاسطوريه. لبسه جدا جميل. شوفوا صراحة لبس مجنون. أنا ما أدري إذا في ناس تحب اللبس لبس الحيوانات الأسطورية، في ناس ما يحبونه. فأنا أشوفه مجنون. خلينا نتقدم شوي. ناخذها على ضوء الشمس. إي عادي عادي عادي. الجلتش هذا ما حلو روك ستار. الحين بوريكم اللوك الاسطوري بطريقة سينمائية. شوفوا شيء جميل. ها طبعا اذا حبيت تاخذ صورة للشخصية بالطريقة السينمائية هذا راح تكون حيل حلوة. شوف التفاصيل. طبعا هذا الحيوان من افضل الحيوانات الاسطورية خصوصا على اللبس. شوف شكله مجنون. تقييمكم من 10. شوف شكله. يلا نروح الحين نجيب لنا شنو؟ باونتي طبعا. نروح ناخذ لنا باونتي. ما نبي مونشاين. خلي يولي الموشاين. ولا تبون ندمر الموشاين؟ خلينا ندمر الموشاين ونهرب. خلونا بس ندمر الموشاين ونهرب. وهين هين يا الموشاين. هين هين يا الموشاين. وهين هين يا الموشاين. هين هين. ما في موشاين هني. هني بس جلد. يلا خلنا نجلدهم. يلا هاي جايز هاو ار يو يو اوكي ام اوكي. روز اليوم لابسه لبس الحيوان الاسطوري فعندها الحماس مولع مولع. روز اليوم متحمسه. روز اليوم متحمسه. سوي ريلود. ادعمي ادعمي ادعسي علي يا بطلة. وروز اليوم متحمسة. قام يحذفني. خلاص قلتش قلتش. والسبب شنو؟ والسبب المونشاين. الحين خيالي خلاص ما يبي يركبني. شوفوا ممكن لاني طيحته زعل مني. لا لا الحمد لله الحمد لله.
خلي ولو ما راح لوتهم ما اخذ تلويت صراحه. فروح نجيب باونتي. الحين وصلت للتمبل ويد، نوكل الخيل طبعا ونوكل روز طبعا لانها جوعانه. بعدها ناخذ، يا عمي الجلتش هذا قسما بالله قسما بالله مكرهني بام اللعبه. خنجيب ايش رايكم بهذولا؟ يلا وينك وينك يا الباونتي؟ وين مكانه؟ اوه بعيد شوي. يلا حروح له. هيييي وخر يا رب ما يكون في تارجت، والتارجت المزعج عرفتوه؟ اي والله تارجت مزعج صراحه. اي والله تارجت مزعج. هذا الثاني يعني اثنين ثلاثة كافي، تحطوا لي عشرة ليه؟ لا هذا الثاني حلو تمام. خلونا نخلصهم لحد ما نصيد الباونتي وارجع لكم. نروح يسار ولا يمين؟ خل نروح يمين. والله اوفر تارجت تقريبا، هذا خامس تارجت او سادس تارجت وانا امشي وراه وانا قاعد ادورهم. هذولهم هذولهم بيخرب بيتهم، خل نربطهم. بعد دقيقة نطرد ال خل نجيب عربة الباونتي. انا خاف ترس من عندي بعيد. حلو هذه قريبة، الحين بجيهم وبربطهم لان هم اثنين ما اقدر اشيلهم بالخيل، فلازم اشيلهم شنو؟ بالعربة. حلو بخلي العربة هني علشان ما تطيح ويتكسر الخيل. تعالوا يا حبايبي قاعد ادور لكم صار لي ساعة. قوم. لا لا ما ابي اضربك، والله ما ابي اضربك، والله ما ابي اضربك. لا 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 اربطيه غبيه، اربطيه يا تبن. قاعد ابي تضربه ليه؟ حلو خلاص الحين نشيلهم ونركبهم بالعربه ونروح نسلمهم. والله يا اخوان قاعد العب لعبه دراجونز دوغما، ذبحتني بالفريمات، والله ذبحتني حيل بالفريمات. قاعد تعطيني 30 فريم. وات 30 فريم ليش؟ لعبه حلوه والله ولكن فريماتها بيض. يعني امس قعدت تلعب ممكن صوت معي الفريمات 15، والله وقاعد العب بي سي مسوينا سنه 90. المشكلة كل الناس قاعد تشتكي مو بس انا. ولكن في ملاحظة على واحد من الكومنتات، انا كنت مرة لابس شنو؟ لابس تيشيرت ناسا. عرفت شركة الفضاء ناسا هذه؟ انا ما اعرف تفاصيل عنها والله، لقيت تيشيرت بالسوق وشريته بس. انزل يا غبية نطت. فلقيت تيشيرت بالسوق وشريته، الموضوع جدا بسيط. شو يقول يا عاد؟ انت تلبس ملابس ناسا وانت ما تعرف ناسا ايش سوى؟ قلت له يا حبيبي انا ما اعرف ناسا ولا لي شيء بالامور هذه. انا شريت لقيت تيشيرت بالسوق وشريته بس. وناسا 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 وناسا. دخلني بامور ما لي دخل فيها ولا اعرف عنها اي شيء. قلت والله مصيبه، في ناس قسما بس تبي تكتب. في ناس بس تبي تكتب. خروح سلمهم.
بعد ما اسلم بشوف في تحديات يومية، اذا في تحدي يومي سهل بسويه. يا سلام الطبيعة والجمال يا اخي، دير بالك لا يطيح وتكسر العربة. اذكر معاي كم، معاي 5 وطاحت فيني العربة. يا الله يا الله. Are you people supposed to be famous? I don't recognize you. خلونا بس ان ممكن في تحدي ذهب للباونتي اتوقع. شوف في تحدي ذهب للباونتي، اعطاني ذهب. نطرد العربة. الحين بوريكم الباونتي اللي سويناه. نطلب الخيل. نفس المثال نروح للتحديات اليومية اللي تكلمت عنها بمقطع امس. سوينا تحدي الباونتي، سوينا 1، وعندنا شوف شنو في بعد شيء سهل نسويه. حلو تمام. هذا سهل وهذا سهل، بس خلونا على هذا. يقول لي روح للشوب اللي فيه ستروبري اللي هو هذا. نروح للستروبري، بس ندخل للشوب خلاص راح يحسب لي تحدي. فيلا على الستروبري. رغم انها منطقة مو حلوة صراحة، منطقة صغيرة وما فيها فعاليات، بس خروح اسوي بس التحدي اليومي. ويلكم تو ستروبري. شوفوا بس ندش الستور راح يحسب لي التحدي. انزل واصعد وروح للستور. خلاص اطلع، اعطاك تحدي ذهب واطلع. وهني اكون وصلت لنهاية المقطع. شكرا لكم على المشاهدة، ونشوفكم ان شاء الله في مقاطع قادمة. السلام عليكم. شوف الستروبري حلوة بس مدينة صغيرة، يعني ما فيها فعاليات، يعني بسرعة تمل وتطلع. بس منطقة جدا جميلة صراحة كشكل. هذا شنو؟ يا 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 والله عبالي بمساعدة. خلنا ناخذ نعطيه التاجر عشان ثاني مرة ما تصير ملقوف. وهين هين يا النمر، يا النمر ويا النمر. قلنا حيوان هو جانا طبعا، ما احنا جيناه.